خالد وشكرا لك. ومعي طبعا كابتن اشرف بن شرقي. طبعا المباراه كانت جميله جدا على مستوى عالي، ولكن بالنهايه انتهت بفوز الوكره. اشرف، شفنا محاولات كثيره منكم اليوم، اولا هارد لك، حاول الريان انه يرجع بالمباراه، حاول انه يحقق المراد في هذه المباراه، ولكن بالنهايه انتهت بهذه الخساره الاولى للريان. وكيف ما كيعرف الجميع المباراه خلصت 3-2، كيف ما كيعرف الجميع الكره فيها خساره وفيها فوز. احنا ادينا اللي علينا، وكيف ما شفت جاونا فرص كثيره ما استغليناهمش، وان شاء الله نحاولوا نشتغلوا عليهم في التمرين ان شاء الله باذن الله اكثر واكثر واكثر باش نقدموا المزيد ان شاء الله في المباريات القادمه. لك اشرف، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المباريات القادمه.